أصدقائي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناة أسرار آدم، آدم سيكريتس. اليوم رح نعمل أكلة يخنة البازيلا على الطريقة اللبنانية. المكونات هي عندي نص كيلو جزر، عندي نص كيلو بازيلا ولحمة، نص كيلو أو كيلو قد ما بتحبوا. بالنسبة للمكونات الباقي عندي بصلي قطعتها بشكل صغير، وحصين ثوم كمان فرمتهم بشكل صغير، وعندي 4 حبات ثوم هرستهم بشكل ناعم، وعندي كوب من الكزبرة الخضراء. بالنسبة للبهارات، أهم بهارات هي لها كمون والحبق، وإذا بدنا نحط معه الكيان أو الحر أو البهار الأسود، طبعا إضافة للملح والطماط بيست. رح نبلش هلا، تابعوني. هلا حضيف أول شي البصل والثوم، رح اقليهم شوي. هلا رح اضيف اللحمة عليهم. هلا رح اضيف البهارات، كيان، كمون، ملح، بحط هلا كمان شوية حبق، بتعطي نكهة كتير طيبة من عم ينقلوا. هلا رح اضيف الجزر من بعد ما نقلوا اللحمات بالبهارات والتوابل كلها. مثل ما قلت لكم انه اكتر شي بدنا نحط فيها كمون، نحط تقريبا نص ملعقة طعام، وملح كمان نص ملعقة طعام. اما البهارات الباقيين، البهار الاسود او الكيان، بنحط ملعقة صغيرة، نحركهم شوي صغيرة هلا ومنكفي. لازم الجزر ياخد طعمة الكمون، وهلا بنحطها على نار خفيفة لحتى مثل ما حكينا المرة الماضية تتبل، يعني توشتس او تنطبخ على نار بطيئة. هلا بدي اشوف الجزر اذا استوى. هيدي البازيلا اللي حضيفها هلا. طبعا بازيلا كمان بنشتريها ومنفصفصها ومنحطها بالتلاجة، منتلجها لموسم الشتاء. ريحة كتير زكية، كتير طيبة طالعة. كمان رح تبل هلا شوي البازيلا تتبيلي على نار خفيفة، بعدين بنضيف لها المي والصوص. هلا رح زيد عليها المي السخنة. هلا رح ضيف لهم الصوص التومات بيست، تقريبا حدود الكوب. اوكي هلا رح ذوقهم شوي لحتى اشوف اذا بعد ناقصهم شي. رح ضيف هلا التومات الباقيين لانه خلص انطبخوا وخلصوا. هلا رح ضيف الكزبرة. طالع نكهة ولا أروع، بحمسكم كتير عليها الأكلة، كتير كتير طيبة بهالطريقة. في منهم بيحبوا يزيدوا لها شوية عصير حامض، أنا بحب أحط عصير الحامض بس بصحني. هلا خلصت، رح نسكبها بعد شوي فرجيكم عليها. هلا رح صبها بطريقتين، رح فرجيكم كيف. الطريقة الأولى حطيت بقلب الصحن معيار، وعلى جنبها بوزع البازيلا. قدمناهم بهالطريقتين، الطريقة البيتية العادية، طريقة المطاعم. لأصدقائي رح يتذوقها، عصر لها شوية حامض. على فكرة هاي الأكلة وأي نوع من اليخنات اللي ما بيحب اللحمة أو ما بياكل لحمة، في يعملها من دون لحمة بتطلع كمان نكهتها كتير طيبة، لأنه نوعية الجزر بالطيبة، نوعية البازيلا بالطيبة، والكزبرة والثوم كمان. هلا رح ندوق لكم كيف طعمتها.
طعمتها رائعة جدا، وهالجزر البلدي الطيب الحلو مع هالبازيلا بنصحكم تجربوها اللي ما بيعرفها. لا مش حدوقها، لا حكفي الصحن انا عم بتذوقها. ما تنسونا بالاشتراك وبالمشاركة والاعجاب، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع اكلة جديدة طيبة وبتعجبكم. الى اللقاء.